على قناتكم وحطينا التصوير. أوكي. هذه سيارات دفع الرباعي التي يدخل بها حزب الله إلى الأراضي السورية. بمعنى أن رواية أن هؤلاء يدخلون سيارات دفع رباعي مزودة برشاشات دوشكا وغطاء صاروخي من مرتفعات الهرميل. يعني بعدين بدهم يقولوا لنا أن هؤلاء مواطنون لبنانيون. ما طيب. نحكي هون على كلاشن طيب. كوف. أنا بدي نحن مددنا الوقت بعد النقاش. بدي أعطي الكلام للأستاذ قاسم لحتى يرد أيضا. ما بعرف إذا بعد عنا وقت نرجع نكمل بالنقاش, بس بدي هيدا الرد لأستاذ قاسم. تفضل. أنا طبعا أنا أولا أتمنى أن تنتهي الأزمة السورية بأسرع ما يمكن. كلنا. ما يسقط من ضحايا سواء كواء لبنانيين أو سوريين هو خسارة للجميع. لكن الآن حتى الآن حزب الله أعلن بوضوح وبصراحة أن هناك لبنانيين موجودين في مناطق محاذية للحدود اللبنانية السورية, وهؤلاء يتعرضون لهجمات من الجيش السوري الحر ومن جبهة النصرة, وهو يساعدهم في الدفاع. هذا هو كل محور المنطقة. أما يعني أصل الموضوع الذي جرى النقاش حوله والذي جرى تكبيره أن هناك اقتحام أو سيطرة حزب الله على كل خوض العاصي, أنا برأيي هذا الأمر فيه مبالغة طبعا. ليش؟ أنا ليش مبالغة؟ طب ما في مصالحه الاستراتيجية بالنص أستاذ قاسم. عزيزتي إيه؟ أستاذ نجوى يعني حزب الله إذا يريد إشراك 5000 عنصر في مناطق السورية, هؤلاء من أين يأتي بهم 5000 عنصر؟ وكيف سيتم إدخالهم إلى الداخل السوري؟ ما يا أستاذ قاسم عنده 15000 مقاتل محترف. بس الجبهات البقية مسكرة عن حزب الله, لم يبقى إلا جبهة سوريا لحزب الله. تفضل استاذ. اسمح لي شوي استاذ لؤي, معلش بس انا احترمني واحترم عقلنا. انا برايي نحن في لبنان الان 5000 عنصر مش المقاومه الاسلاميه في جنوب لبنان. أيه. انا تقديراتي ان من هم متفرغين الان موجودين على الجبهات يمكن لا يتعدون 1000 عنصر, اللي موجودين في مناطق حوار محاور عفوا. أيه. حزب الله الآن عندما يريد أن يأتوا بخمسة آلاف عنصر, هؤلاء لن يختفوا, سيظهرون إذا موجودين. يعني إذا في شيء 5000 عنصر, المعركة في سوريا لا يكتفي فيها لا بألف عنصر ولا بخمسة, هناك عشرات الألوف من الجيش السوري الآن يقاتلون. بغض النظر هذا القتال أصبح قتالا عباسيا, وهذا القتال نعم. يضر بسوريا ويدمر سوريا وسيدمر لبنان. لكن تضخيم الأمور بهذا الشكل ليس لمصلحة لا الجيش السوري الحر ولا مصلحة لبنان. طيب. المطلوب إذا كان مبادرة الجيش السوري الحر تلقى دعما من قبل نعم. كل القوى اللبنانية, أن يذهب الجيش اللبناني إلى هذه الحدود ويحمي الحدود اللبنانية ويحمي اللبنانيين. يعني ما هي هذه نقطة الجدل يا أستاذ قاسم, بريء الزيت يطلق اللبناني. أنا برأيي مبادرة ليه مش مفهوم كيف بتبلش السيادة وكيف بتخلص. لا أنا ما عاد عندي وقت. السيادة لازم نحن. إيه؟ بس النقطة الأخيرة, أنا برأيي الجيش السوري الحر جيد أن يطلق مبادرة لتأمين حماية المناطق الحدودية من جانب السوري وعدم التعدي على هذه المناطق من أجل أن يسحب طيب. أي ذريعة لدفاع عن هذه المناطق. الرد لك أستاذ لؤي مع إضافة نقطة بدي أسألك عنها, مسألة الأربعة آلاف أو الخمسة آلاف مقاتل لحزب الله بوقت مثل ما ذكر استاذ قاسم نحن عم نشوف بالداخل السوري في عشرات الالوف عم بيقاتلوا من كل الجوانب, بالتالي يعني 5000 كيف بدهم يعملوا معركه هالقد كبيره؟ طيب مساله بس تعليق على الاستاذ قاسم بنقطه, مساله انه الرقم كبير وهو لا يملكه حزب الله. لا حزب الله يملكه, اما هنا عندما لا هو ما قال لا يملكه, هو ما قال لا يملكه. طيب قال يشك بانه الان المتفرغين الجاهزين بيوصلوا نعم. لهالرقم من كافة المحاور, بدهم يسحبوهم من كافة المحاور حتى نكون دقيقين. ست نجوى إذا بده حزب الله يضل عم يشيع كل أسبوع ما بين 20 و30 قتيل, فأنا برأيي لا الرقم أكثر من 5000. الحزب أسبوعيا يشيع هذه الأرقام. أنا عم بعطيكي أسماء وقرى وأسماء ثلاثية وقرى. بلا بس رقم 20 كبير. عشرين يا أستاذ لؤي عم بتقول 20. أنت حضرتك هلأ ذكرت ثلاث أسماء خلال اسبوع واحد. لا انا ذكرت خمسه خلال 20. اسبوع طيب. انا خمسه قلت لك اعلان رسمي استاذ قاسم. اذا صدقنا خمسه خلال اسبوع, انت عم بتقول 20 الى 30 كل يوم.
كل اسبوع. لا قال كل اسبوع. قال كل اسبوع. لا لا لا, لا. انا كل اسبوع. لكن اذا كان ما يعلنه حزب الله, ما يعلنه حزب الله يا استاذ قاسم, ما تعلنه المرار خمسة وستة خلال كل اسبوع, فانت برايك قد الارقام الفعليه اذا كانت المنار تعلن هذا الرقم؟ أوكي. يعني هل يستطيع حزب الله ان يواجه جمهوره بانه يشيع 20؟ بدي اسمع, بدي اكمل فكرتك. اوكي اكمل فكرتك استاذ لؤي, صرنا مبددين الوقت مرتين. استاذ لؤي استاذ آسف اخذت وقت كفايه, بدي اكمل فكرته. استاذ لؤي صرنا مبددين الوقت مرتين. معلي لا بدك تعطيني, تسمح لي استاذ آسف تفضل. يا ست نجوى, نحن بالمطلق مرفوض مسألة أن يتدخل حزب الله لحماية اللبنانيين في سوريا, فهؤلاء اللبنانيون باعتراف السيد حسن نصر الله عمرهم مئات السنين في هذه الأرض, لم يأتي بهم السيد حسن نصر الله ليحميهم, ومرقد السيدة زينب عليها السلام عمره 1400 سنة في دمشق, من كان يحميه قبل حزب الله؟ نحن مرفوض هذا الكلام أن يقول الحزب أنه يحمي اللبنانيين, وإلا يتفضلوا السعوديين يحموا السنة, ويتفضلوا الأرمن يحموا الأرمن. هذا الكلام أن تقلب سوريا ساحة لكل مرتزقة الأرض مرفوض يا ست نجوى. نعم. هؤلاء أهلنا. وبعدين في نقطة, إذا كان شكرا الشيعة شكرا جزيلا, انتهى وقتنا تماما اللي مددناه مرتين مثل ما ذكرنا. شكرا على حواركم. نعم. الراقي يعني رغم الاختلاف. استاذ لؤي المقداد, المنسق السياسي والإعلامي للجيش السوري الحر من إسطنبول, وأيضا شكر الجزيل للاستاذ قاسم قصير الكاتب الصحفي من بيروت.